سفينة التايتانيك من أكبر السفن وضخمها في العالم، فقد كانت عبارة عن مدينة متكاملة تسير فوق مياه المحيطات، وقد بنيت لتتسلى أكثر من 3500 راكب، كما تم توفير كل مصادر الراحة والرفاهية لركابها. وحيث كانت تستهلك حوالي 610 طن من الفحم يومياً لضمان الوصول إلى وجهتها ضمن الزمن المحدد، كما كانت في السباق مع الزمن لرغبة صناعها بأن يثبتوا بأنها أسرع سفينة في العالم. وقع حادث غرق التايتانيك في مساء يوم الأربعاء الموافق 14 من إبريل لعام 1912 ميلادي حتى صباح يوم الخميس التالي له، والتي كانت متجهة إلى نيويورك عبر مياه المحيط الأطلسي حاملة ما يقارب 2229 راكب. وفي الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء اصطدمت السفينة بجبل جليدي، مما سبب غرق السفينة بعد ساعتين وأربعين دقيقة من اصطدامها، وكان ذلك من أفضل الحوادث البحرية إلى الآن. كانت سفينة OMX كارباثيا هي أول السفن الواصلة لمكان غرق التايتانيك الساعة 9:15 صباح يوم الخميس لتكتشف الحادث.